ازاي يعالجها، وهل بيرجع زي الاول ولا لا؟ تمام. هو الرباط الصليبي زي ما احنا اتكلمنا، هم الرباطين، رباط امامي ورباط خلفي، هم الاساسيين في تثبيت الركبه. لو الرباط اتقطع لا قدر الله، ده بيحصل مشكله في تثبيت الركبه نفسها، فبيحصل زي ما احنا بنقول كده الركبه بتخون الواحد وهو ماشي. دي بيحصل على درجات، يعني ما بيحصلش ممكن مره واحده، يعني ممكن يبقى يعني في نسبه. عشان نعرف فعلا، عشان يبقى في وقايه، يعني ايه اللي بيخلي الرباط الصليبي يتقطع؟ يعني وهل ممكن يتقطع بسهوله كده، ولا في مواقف معينه هي اللي بتعرض للرباط الصليبي ان ممكن لا، هو صعب ان هو يتقطع، هو مش من السهوله ان هو يتقطع. هو دوت بيبقى نتيجه مجهود عنيف، مثلا زي ما احنا بنسمع في لعيبه الكوره مثلا، الركبه بتبقى متنيه تمام بدرجه معينه، وبيحصل لها لفه، فما بتلف اللفه دي بيحصل قطع في الرباط الصليبي نفسه. تمام. القطع الكلي ده هيحتاج تدخل جراحي، ده ملوش اي حل. يعني لو حد رجله لفت تحت منه في حفرة او على لا سلم، لا لا، لازم بعنف، لازم يكون تدخل بعنف زي لعيبه كره القدم او حاجه. لو الواحد لفت رجله تحت منه او حاجات من دي، لا ما يحصلوش قطع في الرباط الصليبي، لان الرباط قوي جدا، الرباط ما هوش بالسهوله ان هو يتقطع. تاني حاجه، العضلات المحيطه بالركبه بتبقى مثبته الركبه بطريقه تحميها، لان زي ما احنا اتكلمنا هو مفصل احادي، هو ما هوش مفصل مثلا زي المفاصل مثلا بتاع مفصل الفخذ بيبقى عضلات او حاجات محوطاه، لا هو بيبقى مفصل احادي، فلازم العضلات اللي حواليه بتبقى مثبته بطريقه قويه جدا ومثبته الرباط برضو في نفس الوقت. طيب. تمام. اتفضل. حكي